السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في برنامج نفس وركس تقدر تخفي أي عناصر، بس لما بتيجي تعمل أنهايد أو إظهار عناصر دول لازم كلهم يظهروا مرة واحدة. ففي أداة بتخلينا نعمل أنهايد دي سيليكت ديليت، بنعمل سيليكت على العناصر اللي إحنا عايزينها وهي دي بس اللي تظهر، بدل ما ننزل كل العناصر المخفية. ممكن تكون أخفيت عناصر كتيرة وفي جزء معين بس هو اللي أنت عايز تظهره، فده بيخليك تعمل فلتر وتظهر بس العناصر اللي أنت عايز تظهرها.